Ah,
المعيوب الناس غلوا بهاتك يا الناس غلوا بهاتك ما يرفع واطف يرفع بالمعصية يا قدير يا من سياح في ضعف
المخفية والناس تردني بخير لولا فضلك عملي وضعفية. انت قلت باب بكل خير ماذا فرقت في وفاة الخالية يا مبيني من الوقت اليوم نذكر بالنية حضر بالقلب كلامنا حقايق راهو من قول في الكتب يظهر من سوم الخلايق ياخذ بالروح والقلوب صاحي بخف بلا مشاير يعرفي تصبر العداوي ضل خير أنا والحاضرين مصحاب النية اذكر سباب بكل خير ماذا فرق وقعت الغالية بعد لي مدينة يا من الوقت اليوم نذكر بالنية نحضر بالقلب نحضر بالقلب والضمير ثم صلوا على محمد المصطفى عليه السلام على هذه الوصلات الحوزية وقصيد ذكر سباب
التفسير معروف هو الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي رحمه الله. ونعرف أن الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي له الكثير من القصائد التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فيها ذكر الله. وكثير من الفنانين تاع الشعبي اللي تغنوا بقصائد سيدي أحمد بن مصطفى العلوي، وأيضا هناك قصائد أخرى للشيخ سيدي عدة بن تونس، قصائد أيضا اللي غنوها كثير من فناني أغنية الشعبي. الآن ما ننساش باش نذكروا أعضاء الجوق الموسيقي، أعضاء الجوق اللي في الحقيقة راهم متطوعين معانا في هذا الليالي اللي رانا نظموهم في صغاري، الليالي اللي رانا نظموهم في سيدي بقاس البوعسرية في سيدي الأخضر بقلوب، واليوم حطينا الرحال في الزاوية العلوية وبالتنسيق مع جمعية المهدية للنشاطات الثقافية والاجتماعية. هذا الجوق كلهم في بورمكر متطوعين يساهموا معنا في تنظيم هذا الليالي تاع الشعبي والسهرات الشعبية، وأيضا من أجل المحافظة على هذه الأغنية الشعبية وهذا الميراث والمولود الثقافي اللي يميز الدين المصحابي. نشكروا رئيس الجوق، نشكروا رئيس الجوق أحباب الأغنية الشعبية الفنان معزوز يزيد. تحية لرئيس الجوق معزوز يزيد، أيضا أمين الشيخ على آلة الناي. تحية لأمين الشيخ على آلة الناي، أيضا بالمنور محمد على آلة البيولو. إطارات الشبيبة والرياضة، المدير تاعو راه حاضر معنا اليوم، مدير قطاع الشبيبة والرياضة. أيضا نشكر منير بنو على آلة الميزان، حمزة بن إبراهيم على آلة البيولو أيضا، وأيضا سي محمد الأمين بقصير على آلة البونجور. نعم، هناك أيضا اللي كان معنا على آلة البيولو الشاب هذاك اللي كان هنا الآن وحجر حسين، نشكره على الآلة تاعه. نشكروا ايضا بسام البخروبة الفنان اللي كان جاز من قبل وراه حاضر، المدير تاعو سي بوعسكري مدير الشبيبة، مدير عفوا اشغال عمومية اللي طابوا فيك. يعني كل فنانين اللي راهم حاضرين مدراء راهم حاضرين تواهم راهم حاضرين معنا. تحية ايضا كبيرة لرئيس الديوان الوالي شاف كابيني لوليد المستقنان. تحية كبيرة لرئيس ديوان الوالي ولاد الشغالات اللي شرفنا بالحضور تاعها، وأبى إلى أن يحضر معنا في هذه الليلة هذه. ما ننساش علي بوخروبة على آلة الطاق، واللي كبير قاعد في الجوق محمد بن عبد الواد على آلة موندولين، والكبير قاعد في الجوق الموسيقي الجوق هذا اللي راه يحيي هذا الليالي متطوع على كل حال. يحيي في هذا الليالي تاع شعبي رفقة فنانين اللي راهم ايضا متطوعين، هادو اللي كانوا جازوا من قبل في المهرجانات وفي كل الليالي كلهم في الحقيقة متطوعين. الآن بصابر بخروبة، الشيخ بصابر بخروبة يتقدم أمامكم في هذا الوصلات الشعبية اللي اختارها خصيصا لهذه الليله المباركه ليله عاشوراء، وهذا دائما ضمن هذه الليالي ليالي مستعانه لاغنيه الشعبي. خلوكم الان مع الشيخ بالصبر